عناوين سنة بالنيوز: جوانا واختبار جديد مع الرب يسوع. من جمهورية مصر العربية: احتفال يدك أمامي يا رب. احتفال من دار الأمل لمناسبة اليوم العالمي للإساءة للطفل. شو هن العوايد الجيدة والعوايد السيئة؟ أهلا وسهلا فيكم بموسم جديد من سنة بالنيوز. أنا جينيفر. وأنا غادي. مثل ما تعودنا برنامج سنة بالنيوز برنامج الأخبار يلي بعرفكم على أخبار الأطفال وبيطلعكم على أمور عملية بتفيدكم بحياتكم اليومية، وأكيد رح منجاوب على أسئلتكم يلي أرسلتوها عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وما مننسى صوركم ورسوماتكم يلي أرسلتوها لألنا، وكمان منرحل باستديو معنا زميلتنا رومي يلي رح تطلعنا على طرق عملية حتى نقرأ الكتاب المقدس. مرحبا رومي. هاي جينيفر وغادي. وكمان زميلتنا جو الخراط يلي رح تعرفنا على آخر الصور يلي أرسلتوها لألنا. مرحبا جوال. هاي جينيفر وغادي. العلاقة مع الرب يسوع لازم تكون مبنية على اختبار حقيقي، وما لازم تكون علاقتنا مبنية على واجبات. جوانا عندها اختبار خاص مع الرب، وإنه نشهد عن عمل الرب بحياتنا أمر كتير مهم، لأنه منشجع فيه إخواتنا المؤمنين. هاي أنا اسمي جوانا، حابة أخبركم علاقتي أنا ويسوع. أنا ربيت بعيلة مسيحية، وأهلي كمان مؤمنين وبيصلوا، وكتير حلوة علاقتهم هن والرب، وبحب أتعلم منهم. أنا وبالمدرسة في كتير مثل أصحاب بدي أكون مثلهم، بلشت بدي أعمل يلي هن بيعملوه كرمالكم مقبولة. كانوا هن يسمعوا أغاني، أنا ما كنت أسمع، لأن هلأ بعرف الأغاني فيهم مرات مسجز مش منيحة أو أشياء بيوصلوا لنا إياها مش منيحة. سو إنه حبيت ما كتير كون مثل عم بسمع أغاني ومثل أصحابي بهيدا الناحية، بس كنت معهم بناحية تانية مثل إنه عصي بسرعة، مثل إنه طلع حكي مش منيح من تمه. وأهلي وكل العائلة كمان لاحظوا علي بهيدا الشيء، و يعني لاحظوا من طريقتي كيف بستعملها مع إخواتي، كيف بعصي بدغري، كيف دايماً يعني بقولوا لي شيء ما برد عليهم، بكون مثل هيك أنا مسيطرة عليهم بالبيت. أنا كمان حسيت هيدا الشيء كان غلط، بس حسيت إنه أنا لا ما فيي أوقف، وإذا وقفت رح يصير في كتير مشاكل أكتر. بعد ما قعدت مع أهلي، أهلي خبرونا إنه مش ضروري يكون مقبولة بس من أصحابي، لأن أصحابي يمكن لو قد ما غيرت حالي مش رح يقبلوني. بس قالوا لي إنه يسوع رح يقبلني مثل ما أنا، وفي أجي لعنده مثل ما أنا، لأن هو بحبني مثل ما أنا. سو هذا الشيء كمان كتير ساعدني إنه أتغير وأترك هالأصحاب، بس كمان ضل شوي قريبة منهم كرمال أنا كمان كون عم غيرهم، ومثل ضوى عليهم الضوء يلي يسوع ضوى علي. وأنا بدي أقول لكل الأشخاص يلي بعمره إنه يجوا لعند الرب، لأن هو بيقبلهم مثل ما هن،
وأنا هيدا الشيء اختبرته وبحب إنه هن كمان يختبروه لأن الحياة مع الرب كتير حلوة. يلك أمامي يا رب احتفال أقيم بجمهورية مصر العربية وتضمن ألعاب وأسئلة متنوعة من الكتاب المقدس. شو هن أبرز نشاطات يلي صارت بهيدا الاحتفال؟ تفاصيل بهيدا التقرير. هاي، ازيكم يا أصحابي؟ أنا إيمي من سنابل نيوز مصر. إيدك يا رب قبل إيدي، ده شعرنا النهاردة في الكرنفال. تعالوا نشوف مع بعض هيحصل إيه. النهارده هو حفل ختام النشاط الصيفي بكنيسه الملاك البحري بحدائق القبه، وشعارنا النهارده هو ايدك يا رب قبل ايدي. قدموا لينا فقرات حلوه قوي، منها فقره ترنيم مميزه جدا. انا جايه سبح وارنم ليسوع، يلا بينا نسبح ونرنم ليسوع. انا بعرف اعزف، يلا بينا نعزف على البيانو. بيا بيا بيانو، بيا بيانو. يلا معايا ضروري، يلا بدي اعاني ازاي. ركز كده وبلاش تتقاوي، فتح ودنك قصر اجاوي، واجابتي في السطر الجاي. اصل انا فقت الرب يسوع، وهرنم وانصب مسموع، وانت دهولي صوت اقواتي، افتح بقي وعلي الصوت. بتنطط اصل انا فرحان، وهسقف بسقفه كمان، وهسلم على صاحبي واقول له رب يسوع بيحبني موت. فريق الإيمان، كم عدد أصفار العهد القديم؟ 39. برافو. فريق المحبة، كم عدد أصفار العهد الجديد؟ 27. 27. برافو، شجعوا فريقكم. دلوقتي سؤال السرعة ما بين الفريقين، هنشوف بقى أنهي فريق اللي هيكسب. السيد المسيح قام من الأموات بعد كام يوم؟ الأولاد هو اللي يكسب. ألف مبروك سيادة القاضي شمشون، زواج سعيد. الله يبارك فيك، ما تنساش توصل دعوات الفرح لأصحابي كلهم. أنا عامل وليمة كبيرة لمدة 7 أيام عند العروسة، أنا مستنيهم كلهم. ده اسمه شمشون ابن منوف، يهودي الأصل، أمه كانت عاقر ما بتخلفش يعني، وظهر لها ملاك الرب وبشرها بميلاد شمشون وقال لها انه هيكون نذير الرب، يعني في عهد بين شمشون وربنا. وايه هو العهد؟ ان ربنا هيدي شمشون قوة كبيرة علشان يخلص شعب اسرائيل من عبودية الفلسطينيين. للأسف شمشون ضعف قدام دليلة ومنفذ الوعد اللي بينه وبين ربنا، وهو انه ما يقولش سره لحد، علشان كده تهزم قدام أعدائه. لو ما قلتليش المرة دي مش هتشوفني تاني. خلاص خلاص ما تزعليش، سر قوتي في شعري. شفت يا ساسو ايه اللي حصل لشمشون؟ دليلة الجاسوسة الفلسطينية، بعد ما شمشون سكر ونام وعرفت سر قوته، دخلت الرجالة الفلسطينيين اللي كانوا عاملين كمين في بيت دليلة، قصوا شعره وقوته خلاص راحت، وكمان قلعوا عينيه علشان ما يقدرش يشوف. للأسف بقى عبد عند الفلسطينيين وربطوه في طاحونة السجن بدل الحيوانات. لكن ربنا عشان بيحب ولاده فضل معاه للآخر. تعالوا نشوف حصل ايه. كبيرة بعد صلوات كتيرة، حفلة كبيرة كبيرة بعد صلوات كتيرة،
انا هدد كل البيت عالشر يا ناس غطيت. انا اتعلمت من المسرح الاسود اللي احنا ما نكسرش العهد. تعلمت ان احنا يعني نتعاون مع بعض عشان نطلع حاجة حلوة. تعلمت ان انا ما اذيش حد. يعني يا رب اعمل انت الخير عشان انا ما غلطش. ان ايد ربنا بتشتغل قبل ايدينا. اتمنى يا اصحابي انكم تكونوا اتبسطتوا، واتمنى كمان ان تخلوا ايدين ربنا قبل ايديكم زي ما اتعلمنا النهارده. كانت معكم ايمي وجدي من السنابل نيوز مصر. باي باي. نظمت دار الامل احتفال بمطار بيروت بمناسبه اليوم العالمي لاساءة الاطفال. شو صار بمطار بيروت الدولي وشو كان تاثير الحدث على الناس؟ تقرير بالقدو. هاي معكم كارول من السنابل نيوز. تحت شعار كلنا يعني كلنا، نظمت جمعية دار الأمل نشاط بالمطار بمشاركة 60 طفل بمناسبة اليوم العالمي للحد من الإساءة ضد الأطفال. خلونا نشوف شو بيتضمن هذا الاحتفال. نحن اليوم جايين تنطالب الحقوق اللي ما عم توصل للأطفال، و مثل ما بتقال الولاد بيتعرضوا لإساءة كتيرة مثل الإهمال والأذى على الأطفال. أنا سليم من دار الأمل، جايين نحكي عن اليوم العالمي لحد الإساءة ضد الأطفال لأنه في كتير أولاد مش عم توصل لحقوقها، جايين نطالب فيهم. اسمي كندا، أنا جاي هون لحتى حقق حقوق الطفل. أنا من دار أمل ماسكة يافطة مكتوبة عليها لا للعنف لا للتمييز لا للاستغلال، هو للدفاع عن حقوق الطفل. باليوم العالمي للحد من الإساءة على الأطفال لازم كلنا نوقف إيد واحدة وقلب واحد، نوقف بكل الأشكال العالم ونتوجه لكل الأهل والمسؤولين والمعنيين تيلعبوا دورهم بحماية الطفل والطفولة. كل الأطفال معنيين بهالنهار، عندهم أهل أو لا، عندهم هوية أو لا، عندهم حماية أو لا، بيعانوا من مشاكل صحية أو لا، بيروحوا على المدرسة أو لا، بيشتغلوا أو لا، عندهم حاجات خاصة أو لا، ضحايا العنف أو لا، لبنانية أو لا. كل أطفال على الأراضي اللبنانية بحاجة لرعاية وحماية. كلهم يعني كلهم؟ اليوم 19 تشرين الثاني هو اليوم العالمي للحد من الإساءة ضد الأطفال، ودار الأمل كل سنة بهاليوم نعمل مثل إيفنت توعوي للعالم، نشاط توعوي للعالم لنذكر بحقوق الأطفال، لأنه نحن كدار الأمل الميسيون تبعيتنا الأساسية هي حماية حقوق الطفل من جميع أنواع الاستغلال العنف والإتجار بالأطفال. أطفال دار الأمل بالرقص والغناء طالبوا باسم كل الأطفال بحقهم بالحماية من كل أشكال الإساءة. أنتوا كمان حافظوا على حقوقكم، ما تخلوا حدا ياخدها منكم. كانت معكم كارول من السنابل نيوز. في عوايد جيدة في عوايد سيئة، لكن الأفضل أن يكون عنا العوايد الجيدة. كيف فينا نكتسب عوايد جيدة بحياتنا وشو هي أبرز هيدي العوايد؟ تقرير بالقدو. هاي معكم كارول من السنابل نيوز. شو هي العادات الجيدة يلي فينا نكتسبها وكيف الأهل فيهم يساعدونا نتخطى العادات السيئة؟ خلونا نتعلم بهيدا الروبورتاج. العادات الجيدة يلي فيها نكتسبها: نفرش أسناننا الصبح والمساء بانتظام كرمال نحافظ على نظافة أسناننا من السوس، نغسل إيدينا بعد دخول الحمام وقبل الأكل وبعد الأكل، دايماً لازم نغسل إيدينا.
نشرب المي الكافي حتى ما يصير عنا جفاف وأمراض. لازم نتعود إنه ندرس ونشغل مواهبنا بوقت الفراغ ونتدرب منيح ونستفيد من وقتنا. لازم نتعود إنه نمارس الرياضة بانتظام حتى يقوى جسمنا، ولازم ناكل أكل صحي ونظيف. الأهل هن صورة للولد، فالعادات السيئة اللي بيعملوها الولد بيتأثر فيها، والعادات المنيحة اللي بيعملوها الولد كمان بيتأثر فيها. حلو كتير إنه نصلي ونقرأ بالإنجيل ونكون ما فينا نعيش من دونه، لأنه كلمة الرب هي الطعام الروحي لأجسادنا. نكتسب عادات جيدة هيدا كتير شي منيح لحياتنا، ولكن ما لازم ننسى قراءة الكتاب المقدس والصلاة. كنت معكم كارول من أسنابل نيوز. كتير منكن عم يرسل لنا صور، ومعظم هيدا الصور تقطوها بعد سلة التليفون وأرسلتوها على شبكات التواصل الاجتماعي، ونحن رح نعرض كل الرسائل يلي وصلتنا على الفيسبوك والإيميل مخصصين للبرنامج، ورح ننتقل مع زميلتنا جوال تتعرفنا على صوركن. مرحبا جوال. هاي جينيفر وغدي، كيفكن اليوم؟ رح نشوف هلأ سوا صور اللي عم يرسلوها مشاهدينا على البريد الإلكتروني الظاهر على الشاشة وعلى صفحة AS News على فيسبوك. وما تنسوا مشاهدينا دايماً تشاركوا معنا وترسلوا لنا صوركن. أول صورة رح نشوفها سوا اليوم من باري باسن، Thank you على المشاركة. تاني صورة معنا لليوم من بيير منير مسعود، نشكرك بيير على هيدي الصورة اللي أرسلت لنا إياها. الصورة التالية معنا لليوم من ريفال بيتر، Thank you على مشاركتكم معنا. الصورة اللي بعدها من رومينا وروليان، نشكركن على هيدي الصورة اللي أرسلتوها لنا. وآخر صورة رح نشوفها سوا اليوم من روني سامي حبيب، Thank you روني على هيدي الصورة اللي أرسلت لنا إياها. ما تنسوا مشاهدينا دايماً تبعتوا لنا صوركن على البريد الإلكتروني الظاهر على الشاشة وعلى صفحة AS News على فيسبوك. هيدا كان كل شي معنا لليوم. عودة لألكن جينيفر وغدي. ورح ننتقل كمان لزميلتنا رومي حتى تخبرنا شو عندها شي جديد لليوم. مرحبا رومي. هاي جينيفر وغدي، اليوم موضوعنا بيحكي عن المحبة. أساس الإيمان المسيحي المحبة، كل شي بيزول بالحياة إلا المحبة ما بتزول. كيف منفحص حالنا إذا أعمالنا حسب تعاليم الكتاب المقدس؟ لازم نفحص الدافع وراء أي عمل عم نقوم فيه. هل في دافع محبة؟ هل في حب للشخص الآخر؟ إذا كان الدافع مش الحب، يعني عملنا غير كامل. المحبة بتخلي أعمالنا كاملة. المحبة بتعلمنا نغفر وقت الألم. المحبة بتعلمنا نعطي وقت منكون محتاجين. المحبة بتعلمنا نقوي غيرنا لما نكون نحن محتاجين للتشجيع. المحبة بتعلمنا نعطي من دون ما نطلب أي بديل، ومنعطي بوفرة. بيعلمنا الكتاب المقدس إنه نحن عرفنا المحبة بعد ما مات المسيح وقام كرمالنا على الصليب، لأنه نحن وخاطين مات كرمالنا المسيح وما طلب أي بديل. خلوا المحبة هي شعارنا بالحياة. هيدا كان كل شي لليوم. عودة لألكن جينيفر وغادي. ما مننسى تاريخ ومصورة يلي أرسلتوها لنا ويلي صورتوها بكاميراتكم المنزلية أو عبر الهاتف. صوروا أي موهبة عندكن إياها وارسلوها بالإيميل أو عبر اليوتيوب، نحن منتكفل بعرضها ببرنامجنا. أما التقرير يلي وصل لنا اليوم هو من أنا اسمي كريستيلا دامير، عمري 4 سنين وصفي أسدن، وأنا بدلت لكم غنية بابا نويل بهالليل جاي. بابا بابا نويل يا أحلى حكاية، بابا نويل الخدشة ما تنسى لي الهدية، جاي ومعبي الخبر تعالي نعشى.
الله هللويا صارت إنسان هللويا قلبي هي مغارة رب عمل لي زيارة من شمسك نوراني وليني حرارة وظل تطل علي ولا تكون عندي بعيد وفرحة وجودك فيه بكل اليد العيد ليلة عيد ليلة عيد ليلة ليلة عيد زيد ودات صوت وجراس عم بترد العيد عيد ليلة عيد ليلة عيد ليلة ليلة عيد زين ونات صوت وجراس عم بترد عيد باي باي سلسفة كيدز. هيك مشاهدينا بتكون خلصت حلقتنا اليوم. أنا وغدي منودعكم على أمل نشوفكم بحلقة جديدة. باي.